هذا سيت بافيليون ان غار يعني فرنسا سمعتي بلي كاين معرض فيه تاع الطفوله وفيه تاع الاطفال جيتي واحد بدي الحال بزاف هي ما تعرفش ايوه هو عرف دول خير منك ماشي ممنوع هي ما تحبش لا انت خير لا ماشي هذه مثلا سلسلة تعليم أركان الإسلام للطفل تحت 7 سنوات تتميز عن غيرها بأنها تشرح الفكرة من الركن الإسلامي دون الدخول في الأحكام تشرح بشكل مبسط كل لوحة من هذه اللوحات عبارة عن تأسيس لفكرة عربية الرسومات الجاذبة والألوان لا شك هي محل أيضا للنقاش فيها تعليق صوتي على الموبايل في الأصل في تركيا من 10 سنوات هذه الدرجات التركية وصل لها من حوالي يعني 5 سنوات وبالإصدار من حوالي 5 سنوات نجد أن الأهمية لكتاب الطفل أهمية كبيرة لأن يعني غايتنا رسالة بالدرجة إذن متواجدين اليوم في الصالون الدولي للكتاب في الحقيقة مع ثلة من الأطفال تشوفوهم أنهم اندمجوا مباشرة في النشاطات المقررة في هذا الصالون لفئة الأطفال طبعا نحن في قطاع التضامن الوطني نعمل على إرساء ثقافة القراءة بالنسبة للطفولة منذ نعومة أظافرها وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نحضر هذا العينة من الأطفال للمراكز التابعة للقطاع من أجل إدماجهم مع باقي أقرانهم ومن أجل إرساء هذه الثقافة وترسيخ طبعا ثقافة القراءة والكتاب في هذا الإطار في إطار طبعا إدماج هذه الفئة والعمل على دعم انخراطهم في المجال الثقافي وهي كثيرة النشاطات اللي قمنا بها في هذا الإطار بالتنسيق مع قطاع الثقافة وقطاع التربية الوطنية ولازالت هذه النشاطات متواصلة من أجل المحافظة على العرف اللي دأبت إليه قطاع التضامن الوطني شكرا شفتوا هذه السنة خصصنا جناح كامل لأدب الطفل والناشئة هناك دور نشر خاصة بهذا القطاع من النشر وتصاحبها ورشات فضاء أطفال يتجاوز 800 متر مربع من خلاله نشاط يعني يومي من بداية المعرض إلى نهايته على شكل ورشات كتابة وحكواتي إلى آخرها سبق أن زرتموني عدة مرات أهلا وسهلا سيدي الوزير وحاليا اخر الاصدارات وهو عباره عن ديوان شعر تغزل بالغزل نفسه يحمل عنوان تحت ابوابها. السلام عليكم. السلام عليكم. عندنا معرض يعني عده جوائز دوليه. هذا هو الصالون الدولي للكتاب بالجزائر يعود في طبعته 25 وتزامنا مع 60 استرجاع السيادة الوطنية
موعدنا هذا الربيع مع الكتاب تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وزارة الثقافة والفنون تنظم الطبعة 25 لصالون الدولي للكتاب بالجزائر من 24 مارس إلى 1 أبريل 2022 بقصر المعارض الصنوبر البحري مع إيطاليا ضيفة الشرف. الكتاب جسر الذاكرة بمشاركة موبيليس إناك أناب سافيكس كرياتيف كوليبري إتوزاب أدكس تكنولوجي بينها سوني الغاز التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية.